الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الافاضل، واهلا بكم معنا في نشره الاخبار الاخيره نقدمها لكم مباشره من الاولى في الرباط وتتابعون فيها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله يترأس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال. جلالة الملك يوجه رسالة ملكية سامية للمشاركين في أشغال المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي انطلق بمدينة فاس. استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي تؤكد مجددا على التزام المغرب بقيم الحوار بين الثقافات والديانات. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل حصصه التدريبية استعدادا لمباراة الأربعاء أمام منتخب كرواتيا في بداية مشواره في نهائيات كأس العالم بقطر، وطموح كبير للعناصر الوطنية في تحقيق الفوز للمرور إلى الدور الثاني. مرحبا بكم من جديد. أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ترأس الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والأفاق الجديدة في هذا المجال. التفاصيل. تندرج جلسة العمل هذه في إطار تتبع المنتظم لصاحب الجلالة للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولا سيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52% من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030. وخلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض بين يدي صاحب الجلالة حول تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ويمكن هذا البرنامج الذي يعد ثمرة الرؤية المتبصرة للجلالة الملكة المغرب من تأكيد ريادته الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الهام للانتقال الطاقي. وبهذه المناسبة أعطى صاحب الجلالة نصره الله توجيهاته السامية بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة ولا سيما الطاقات الشمسية والريحية، ويتعين على المغرب بناء على ما ركمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية وتقليص كلفة الطاقة والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة. ويتعلق الأمر خصوصا بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد تطوير، وكذا تثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع. وفي هذا الصدد أمر جلالة الملك بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت. ومن جهة أخرى تفتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للمملكة، ولا سيما في مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته. وبهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون، أعطى جلالة الملك تعليماته ببلورة عرض المغرب عملي وتحفيزي في أقرب الآجل يشمل مجموعة سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، ويتعين أن يشمل إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي مخططا للبنيات التحتية الضرورية. حضر جلسة العمل مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله الثلاثاء رسالة سامية للمشاركين في الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات. أكد خلالها جلالته على أن قيم تحالف الأمم المتحدة للحضارات والمثل العليا التي يدافع عنها والنموذج الذي يدعو إليه هي نفسها منظومة القيم والمثل العليا التي تبناها المغرب والنموذج نفسه الذي يعتمده. الرسالة الملكية تلاها مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي وهذه مضامينها. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات شددت على أهمية ورمزية انعقاد فعاليات هذا المنتدى على أرض إفريقية وبمدينة فاس العاصمة الروحية للمملكة المغربية، والتي تجسد كل معاني التحالف والتلاقح الخصب بين الحضارات. Pour toutes ces raisons et bien d'autres,
لكل هذه الأسباب وغيرها حرصنا على أن يعكس المكان الذي يستضيفكم اليوم شتى الدلالات لهذا اللقاء، من حيث جوهره الذي تجسده مدينة فاس، ومن حيث أبعاده الأخرى التي تعكسها إفريقيا. وإننا لا نحرص على أن تسفر أشغال هذا المنتدى عن نتائج ملموسة، فلا بديل عن ذلك بالنظر إلى أهمية الموضوع المطروح على أنظاركم واعتبارا لطابعه الملح. وذلكم أيضا هو جوهر الرسالة التي نوجهها لهذا المنتدى التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، فهي تعبر عن إيماننا بأن هذا اللقاء سيحقق القيمة المضافة التي نرجوها نحن والأمين العام للأمم المتحدة معالي السيد أنطونيو غوتيريش، وتعكس التزامنا المشترك من أجل تجسيد الملموس للتعاون المتميز بين المملكة المغربية والأمم المتحدة. وها نحن اليوم نواصل المسار الذي دشنه كل من ناضل من أجل إشعاع تحالف الحضارات وتعميق الوعي بجدواه، ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشيد بالحرص والالتزام اللذين أبان عنهما ممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات السيد ميغيل أنخيل موراتينوس. لقد تمكنت العقول النيرة والشجاعة التي بلورت تحالف الحضارات من إبداع منتدى من أجل المستقبل، ونقف اليوم وقفة إجلال وتقدير لكل أولئك الذين ساهموا ولا سيما في إسبانيا وتركيا. كما استعرضت الرسالة الملكية السامية السياق الحالي والكم الهائل من المخاطر التي تهدد الكوكب من حروب وتهديدات مختلفة تعطل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساهم في انعدام الاستقرار السياسي، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى تحالف الحضارات وأهميته في تحقيق التعايش والسلم والتضامن. فنحن في حاجة ماسة إلى تحالف الحضارات بما له من قدرة على استنهاض وعي العالم في مواجهة الانكفاء الهوياتي، وعلى الدعوة إلى التماسك والتضامن في مواجهة الشدائد والمحن والتصدي للجهل بتفعيل آليات التربية والتوعية ومقارعة أساليب التطرف والكراهية بالحوار. الرسالة الملكية السامية ذكرت أيضا بانخراط المملكة المغربية باعتبارها من الأعضاء المؤسسين لتحالف الحضارات في جميع المعارك التي خاضتها منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات لعدة أسباب. Premièrement, il s'est engagé en promouvant l'ouverture comme une culture de paix. أولا لأسباب جوهرية نابعة من صميم هوية المغرب القائمة على الانفتاح والانسجام والتلاحم والموحدة بانصهار مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، ثم لأسباب ترتبط أساسا بالتزامات المغرب بالنظر إلى أن قيم التحالف والمثل العليا التي يتبناها المغرب والنموذج نفسه الذي يعتمده. وقد انخرط المغرب منذ البداية في هذه المبادرة الرائدة وظل متشبتا بها بكل حرص وثبات، أولا بالدفاع عن الانفتاح وإشاعته باعتباره ثقافة للسلام. فقد قام جدنا المنعم جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس بحماية رعاياه اليهود ضد الهمجية النازية والممارسات الوحشية والتمييزية لنظام فيشي، وعمل والدنا المنعم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيلة المدة التي تولى فيها عرش أسلافه على ترسيخ روح الإخاء بين يهود المغرب ومسلميه في جميع أنحاء العالم. كما حرصنا من جانبنا منذ أزيد من عقدين على تثمين التراث اليهودي المغربي وصونه، وعلى تنمية روح الوحدة والتلاحم الصادقة بين اليهود والمسلمين في دار الإسلام، والتي هي سر الخصوصية المغربية. وبعزم راسخ آلينا على نفسنا في المملكة المغربية الثبات على هذا الاختيار المتجدد باستمرار بالحفاظ على صورة المغرب كأرض للتسامح والتعايش والانفتاح. كما أكدت الرسالة الملكية السامية على أهمية ممارسة الدين كآلية لإشاعة السلم والسلام وتعزيز التسامح ونبذ الغلو والتطرف وخطاب الكراهية. Nous considérons que la religion doit être un rempart contre l'extrémisme.
ونرى أن الدين يجب أن يكون حصنا ضد التطرف لا مطية له، حيث دأبنا على الدفاع عن هذه القناعة في كل المحافل من خلال الدبلوماسية الدينية للمملكة. فدور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات يتمثل في التصدي للتطرف المنتشر على مشارف إفريقيا والتعريف بالإسلام باعتباره دين وسطية واعتدال. ووعيا من المغرب بهذا الدور، فقد تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار الذي اعتمدته تحت رقم 328/73 بشأن النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية. وقد نوه هذا القرار الذي دعمته 90 دولة بأهمية خطة عمل فاس لمنع التحريض على العنف المحتمل أن يؤدي إلى جرائم وحشية. كما استقبلنا قداسة البابا فرانسيس خلال زيارته التاريخية لبلادنا، حيث أكدنا بهذه المناسبة على أهمية انفتاح الديانات السماوية الثلاث على بعضها في ظل قبول الاختلاف وفهم الآخر. وبمعية البابا فرانسيس وقعنا نداء القدس الذي يدعو إلى المحافظة على المدينة المقدسة باعتبارها أرضا للقاء بين أتباع الديانات التوحيدية الثلاث ورمزا للتعايش السلمي والحوار والاحترام المتبادل. ثالثا، من خلال العمل على تحقيق التنمية بمفهومها الواسع باعتبارها ركيزة من ركائز السلام، فالمغرب يعد حليفا محوريا في محاربة الإرهاب وشريكا موثوقا به في جهود التصدي للتغيرات المناخية وفاعلا مسؤولا في مجال تدبير الهجرة. Un acteur responsable de la gestion de la migration. فإذا كانت السياسة تخاطب المواطنين، فإن الدين ينادي أرواحهم والحوار يخاطب حضاراتهم تؤكد الرسالة الملكية، مما يحتم مخاطبة السلام بكل اللغات والتعبيرات. فالتصدي للتغيرات المناخية ومحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن الطاقي والماء والغذائي يستدعي الانكباب على ما هو جوهري وأساسي في هذا الشأن، ألا وهو العيش المشترك. فلا خير يرجى من إطلاق مشاريع كبرى إذا كنا لا نستطيع تجاوز هذه الحلقة الأولى على درب تحقيق العيش المشترك من أجل إنسانية واحدة تعيد وضع الكائن الإنساني في صلبها. محمد سيس روا دو ماروك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صادق الوزراء المشاركون في منتدى فاس لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على إعلان فاس. الإعلان ثمن مضامين الرسالة الملكية السامية ونجاح المنتدى في تحقيق كل أهدافه المسطرة. التفاصيل مع عبد المجيد حلاوي وحسن منظور. الوزراء المشاركون في منتدى فاس لتحالف الحضارات يقدرون عاليا الرسالة الملكية السامية من خلال مضمونها وقوة محتواها، والتي أكد فيها جلالة الملك حفظه الله على أهمية مكافحة الجهل بالتربية ومقاومة نبذ الآخر بالحوار لنشر قيم العيش المشترك. وحيوا احتضان المغرب لمنتدى فاس كواجهة لتشجيع السلام والتسامح في العالم، وأكدوا على أهمية احترام المتبادل وفهم التنوع الثقافي والديني. وأمام التحديات المطروحة دعا المشاركون إلى طرح جواب جماعي وشامل واحترام حقوق الإنسان دون تمييز. الوزراء دعوا إلى مواجهة ما يتسرب في بعض وسائل الإعلام من تزوير للحقائق ونشر لخطاب الكراهية، وقالوا ألا شيء يبرر التطرف والعنف، ودعوا إلى مشاركة أكبر للنساء والشباب في اتخاذ القرار. وأكد الوزراء على أهمية الفن والثقافة والرياضة في مد جسور التواصل بين شعوب العالم. المشاركون أكدوا بأن منتدى فاس حقق كل أهدافه المسطرة، واتفقوا على أن تحتضن غينيا الاستوائية العام المقبل الاجتماع الجهوي الإفريقي لتحالف الحضارات، فيما رحبوا بمقترح البرتغال باحتضان الدورة العاشرة
الرئيسي لمنتدى تحالف الحضارات عام 2024. ومن جانبه دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الدول الإفريقية إلى الانضمام لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات للأمم المتحدة. جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الوزاري للمنتدى التاسع لتحالف الحضارات للأمم المتحدة. لنتابع. في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في هذا المنتدى، قدم حصيلة السياق الدولي الحالي الذي تطبعه العديد من الأزمات المتتالية والعولمة التي جعلت مصائرنا مترابطة أكثر من أي وقت مضى. الأزمة في أوروبا والفيروس الذي أصبح جائحة والانبعاثات الغازية التي تتركز في جميع أنحاء العالم، إن هذه الاستنتاجات هي تذكير للعالم إلى وعينا بضرورة العمل معا والتركيز على ما يجمعنا ويؤلف بيننا وليس بين ما يفرق بيننا. من واجبنا أن نتحاور للحد من هذه الأزمات. سنة 2005 تم خلق تحالف الحضارات في سياق التهديد الإرهابي، لكن سنوات بعد ذلك لا زلنا نعيش أحداثا مثيلة. فالاعتداء الجديد الذي شهدته ساحة تقسيم بإسطنبول في تركيا أو كالذي شهدته مقديشيو مؤخرا. سيدتي وسادتي، مع اقتراب الذكرى العشرين لإقامة هذا التحالف، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا التحالف؟ ما هي القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها لجهود الحوار؟ في هذا السياق أود أن أقدم مقترحات. على الصعيد الإفريقي، إن إفريقيا تمثل فقط 15% من مجموعة الأصدقاء، وفي المقابل فإن أوروبا تمثل 30%. لذا فأبرز ما يمكن أن نخلص إليه على الدول الإفريقية أن تنخرط معنا وأن نفكر في تنظيم لقاء بإفريقيا يركز على تحديات القارة. Nous pourrions envisager une déclinaison africaine du forum qui pourrait se focaliser sur les défis communs des pays africains. وخلال ندوة صحفية على هامش أشغال المنتدى، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس بصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله الرائد في التنوع والحوار بين الأديان والثقافات، معربا عن امتنانه لجلالة الملك على التزامه الشخصي والدائم بالدفاع عن الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح والتنوع، بوصفها قيما تثري مجتمعاتنا وعالمنا. أود أن أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على انخراطه الشخصي والدائم دفاعا عن الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح والتعايش والتنوع، وهو ما يصنع ثراء مجتمعاتنا وعالمنا. أهنئ نفسي على اختيار فاس كفضاء لهذا المنتدى. عبر تاريخها الغني والممتد لقرون، فاس هي المكان الأمثل والأنسب لنلتقي وننخرط جميعا في نقاش وتفكير في واقع عالمنا. نتحول صوب العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث استقبل الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الثلاثاء وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، حاملا رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. لنتابع. باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تشرفت كمبعوث خاص لجلالته بجناب السيد فخامة الرئيس أن أبلغ فخامته رسالة خطية من جلالة الملك إلى فخامة الرئيس.
بطبيعة الحال اللقاء كان فرصة لاستعراض العلاقات المتميزة بين أولا جلالة الملك وأخيه فخامة الرئيس، وكذلك بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وهي علاقات ليست فقط متميزة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها في الحقيقة امتداد لتاريخ مشترك، وامتداد كذلك لمحبة خاصة تجمع الشعبين الموريتاني والمغربي. وبطبيعة الحال المغرب كان دائما إلى جانب الشقيقة موريتانيا، والعلاقات المتميزة يطبعها أولا أسس متينة من قوامها الاحترام المتبادل والشراكة الاستراتيجية القوية والحقيقية المبنية على القطاعات المهمة والواعدة التي تهم الشعبين وتهم البلدين. ونتمنى من الله أنه المستقبل إن شاء الله يعرف استمرارية وزخم لهذه العلاقة المتميزة أصلا بين البلدين. وفي موضوع آخر، وبمجلس النواب وصلت اللجان البرلمانية مناقشة الميزانيات الفرعية لعدد من الوزارات برسم مشروع قانون المالية 2023. البداية بلجنة البنية الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مع أحمد بن خديجة. لجنة البنية الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب ناقشت الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 23 و2000. العرض الذي قدمته السيدة الوزيرة هو تناول مجموعة من الجوانب المتعلقة بهذه الإكراهات التي يواجهها القطاع، خاصة في هذه الظروف التي ذكرتها. لكن يعني الوزارة حاولت يعني رغم يعني في تقديرنا هو أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع غير كافية لمواجهة كل هذه الإكراهات، وكذلك للدور الاستراتيجي لهذا القطاع الحكومي. اجتماع مماثل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص للاستماع إلى عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول تقديم الميزانية الفرعية للقطاعات التي تشرف عليها الوزارة. السيد الوزير يعني يقوم بعرض الأمور التي تهم القطاعات الثلاث التي تشرف عليها الوزارة، مع العلم أن الميزانية أو الوثائق المتعلقة بالميزانية المفصلة قد تم توزيعها على السادة والسيدة النواب المحترمين على أساس أنه ستناقش بالتفصيل إن شاء الله في الاجتماع المخصص لذلك. وبمجلس النواب دائما تدارست وناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط. تتكتسي هذه الميزانية الفرعية لا سواء الاستثمار ولا المندوبية السامية للتخطيط واحد الأهمية قصوى، لأن تتبين التوجه الوطني فيما يخص سياسة الدولة بالنسبة للاستثمار، وكذلك المرافقة اللي تيرافقها المندوبية السامية للتخطيط كمرصد ومرجع مهم يعني للبيانات والمؤشرات الاقتصادية اللي على ضوءها تتبني الحكومة سياستها العمومية. يذكر أن مناقشة الميزانيات الفرعية لعدد من الوزارات يأتي على ضوء مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 23 و2000. احتضن مقر مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء لقاء مغربيا غنيا في مجال التكوين ودعم الكفاءات. اللقاء يندرج في إطار تعزيز التعاون جنوب جنوب بين المغرب والدول الأفريقية في هذا المجال. أمين هناوي ومحمد العروي. في إطار تعزيز التعاون جنوب جنوب، لقاء مغربي غيني في مجال التكوين المهني ودعم الكفاءات الشابة، والهدف وضع برامج مشتركة في هذا المجال وتطوير قدرات المؤطرين والمكونين وتوسيع شبكة المؤسسات الخاصة بالتكوين المهني. التعاون سيشمل القطاعات ذات الأولوية كالفلاحة والصناعة التقليدية.
Cette visite revêt une importance capitale pour nous. تكتسي هذه الزيارة أهمية بالغة بالنسبة لنا وأيضا بالنسبة لباقي الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء من أجل تطوير الكفاءة المهنية للفئات الشابة. وسنعمل على بلورة برامج مشتركة في هذا الصدد مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمملكة المغربية. De coopération que nous avons avec cette structure là. مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ساهم خلال السنوات الأخيرة في تكوين مئات الأطر بجمهورية غينيا بالإضافة إلى المساهمة في بناء وتجهيز مركز مهني البناء والأشغال العمومية بالعاصمة كوناكري. Nous avons été ravis aujourd'hui d'accueillir Monsieur le ministre de. نحن سعداء باستقبال الوزير الغيني بمقر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالعاصمة الاقتصادية لمناقشة برامج التعاون المشترك وأيضا لطرح خطط مستقبلية في مجال تكوين الكفاءات في مهن المستقبل وأيضا المهن ذات الأولوية. إنها شراكة استراتيجية تجمع البلدين في ميدان التكوين المهني. يستقبل المكتب منذ سنة 2009 مئات المتدربين الغينيين في مهن السياحة والبناء والصناعة بهدف دعم الدول الإفريقية في مجال التكوين المهني وتطوير الكفاءة الشابة في مختلف المجالات. وعلاقة بالموضوع، نظمت وكالة حساب تحدي الألفية المغرب لقاء لتقييم حصيلة جودة التكوين المهني، مشروع يندرج في إطار الدعم التقني لفائدة قطاع التكوين المهني ضمن برنامج التعاون الميثاق الثاني الموقع بين الحكومة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. وفاء اليعقوبي وسعد الجاسي. لقاء يحتفي بحصيلة نظام لتأمين الجودة بالتكوين المهني الذي انطلق سنة 2020، مشروع يندرج في إطار استثمار كفاءات الشباب وتأمين الجودة في مراكز التكوين المهني. اليوم تنحتفلوا بواحد في هاد السيمينار بواحد العمل اللي هو درناه مع الديبارتمون ديال التكوين المهني من 2020، وهو تندير واحد السيستم ديال التقييم والجوده في هاد لي سونتر ديال لا فورماسيون بروفيسيونيل. Aujourd'hui on est à Rabat pour discuter un sujet qui نحن اليوم في الرباط لمناقشة موضوع مهم للغاية بالنسبة للشباب، مواضيع تهم تطوير نظام الجودة وكذلك نظام التقييم لترخيص التدريب المهني، لأننا نعرف أن الشباب المغاربة طموحين وموهوبين. دعم تقني سيمكن من بلورة إطار مرجعي للتقييم الخارجي وأدوات لتحديد تموقع وتصنيف مؤسسات التكوين المهني. تعميم هذا النظام على المؤسسات التعليمية سيتيح للشباب ولوجا يسيرا لسوق الشغل. وفي سياق منفصل، تم بالرباط عقد ندوة صحفية بمقر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لمناقشة مقترحات تهم إصلاح مدونة الأسرة. تفاصيل مع رشيد إيكن وعبد الإله مزاحم. من أجل تشريع أسري يضمن المساواة في الحقوق والعدل، يتجلى الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. فالندوة الصحفية دعت إلى إصلاح شامل لمدونة الأسرة لملائمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية. هذه الندوة الصحفية التي تنظمها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من أجل تشريع أسري يضمن المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات. حاليا الجمعية تتناضل من أجل تغيير جذري وشامل للمدونة. العمل التراجعي اللي كتقوم به الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من أجل تغيير القوانين التمييزية ضد النساء ومن أجل ضمان جميع الحقوق للنساء كما هو متعارف عليها دوليا وفي الدستور. الجمعية تطرقت خلال هذه الندوة إلى محددات وأسس الإطار الإصلاحي لمدونة الأسرة أخذا بعين الاعتبار التغيير الشامل والعميق كمدخل أساسي لتمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا وتعزيز انسجام البنية الداخلية لقانون الأسرة. إلى مدينة فاس، حيث عقد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل دورته العادية التي خصصت لاستعراض الإصلاحات التي ستعرفها المنظومة الصحية ببلادنا. نتابع تصريح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة محمد عليوة.
ارتأينا أننا ندير واحد دورة عادية أولا لمناقشة كل ما غادي يتواجد بالصحة، وثانيا في إطار الاستعداد لتكملة الملف المطلبي ديالنا في إطار إصلاح المنظومة الصحية. وكنعرفوا بأن الموارد البشرية هي القطب المهم في هذا الإصلاح. المنتخب الوطني لكرة القدم يملك كل المقومات لتقديم أداء كبير في مونديال قطر، بداية من المباراة الأولى أمام منتخب كرواتيا. المباراة تعد مفتاح المرور إلى الدور الموالي. قراءة في معطيات المباراة مع مبعوث الأولى إلى قطر محمد أمين النوري. وليد الركريكي رفقة غانم سايس في ندوة صحفية لتأكيد جاهزية المنتخب الوطني لمواجهة كرواتيا وصيف دورة روسيا 2018. مدرب المنتخب الوطني أكد أنه ينظر إلى لقاء كرواتيا بعين حذرة. المباراة ستكون قوية وهي المفتاح من أجل تحقيق العبور الآمن للدور الثاني. الرجل يؤمن بالمجموعة وينأى بنفسه عن نقاش شبح الإصابات. المنتخب الوطني قوي ومتين بمن حضر. هي مباراة صعبة، سنواجه وصيف بطل العالم بلاعبين من الدرجة الأولى. إنها مباراة متكافئة مثل كل المباريات التي أقيمت منذ الافتتاح والتي ستلعب على تفاصيل دقيقة. نحن حضرنا جيدا، جميع اللاعبين متاحين ونحن مستعدون لتقديم أقصى ما لدينا لنشرف جماهيرنا. الجانب الذهني هو مربط الفرس بالنسبة لوليد الركريكي. الجاهزية النفسية يوم المباراة تعني التقدم بخطوات نحو رفع تحدي كرواتيا وإنهاء أولى المباريات بنتيجة إيجابية، والتخوف بالنسبة للعميد سايس ألا يتحول الضغط إلى قلق سلبي يصيب سيقان اللاعبين بالعجز والارتباك. demain c'est un match à 3 points pardon et rien d'autre parce que voilà c'est on est venu ici c'est pour gagner pour غدا هي مباراة بثلاث نقط، قدمنا الى هنا للفوز والذهاب بعيدا في هذه البطولة. bien sûr on aura un discours avec tous les joueurs qui sera de jouer le football. بطبيعة الحال كان لنا حوار مع اللاعبين ويجب علينا اللعب بكل امكانيات même quand on est en club et que voilà il faut jouer avec nos armes et surtout avec notre cœur et nos têtes. المنتخب الوطني المغربي هو فرضيات فرضت نفسها على أندية عالمية كبرى. بالنسبة لوليد المجموعة هي الأهم، والأداء يأتي بناء على الثقة والإيمان بالإمكانيات. طلاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين سبع بمدينة الدار البيضاء يستعدون لتشجيع المنتخب المغربي خلال مباراته أمام منتخب كرواتيا، مناسبة خصصت لها الكلية قاعة للطلبة من أجل متابعة هذه المواجهة الهامة. فتح مغار ومصطفى ودا. بعد انتظارهم لأربع سنوات طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في شوق لمتابعة مباراة كرة القدم التي ستجمع غدا أسود الأطلس والمنتخب الكرواتي ضمن المجموعة السادسة، وبكل شغف يستعد الطلبة ويضربون موعدا غدا على الساعة 11 صباحا لتشجيع المنتخب الوطني. والإدارة ديال الكلية ديالنا العين سبع نظمت لنا هاد لاصال دو كونفيرونس غدا باش نتفرجوا ونتبعوا المنتخب ديالنا المغربي. كل يوم حنا فاكولتي عين سبع باش نستعدوا غدا إن شاء الله باش نشجعوا المنتخب الوطني اللي غادي يلعب مع 11 مع ضد كرواتيا، وكنتمناو ليه كل التوفيق وإن شاء الله ما غاديش يحشمونا وليد الركراكي وديما مغرب. وحنا غادي نكونوا في الوقت التشجيع ديال المنتخب والأسود الأطلس ديالنا مزيدا من التفوق ان شاء الله، وتنتمنوا لهم الرباح. الله يوفقهم يا ربي، وحنا ديما مغرب. فرحة وانتظار رسمت على وجوه الطلبة تحمل في طياتها متمنيات للمنتخب الوطني بتحقيق الفوز خلال مباريات كأس العالم 2022. مشجعو أسود الأطلس بمدينة الوطية بإقليم طنطان يعدون العدة لتشجيع الفريق الوطني، ويتوقعون من العناصر الوطنية أن تقدم أداء كبيرا. من هناك نتابع تقرير الحافظ محضار وعبد الرحيم حجي.
ساعات قبيل انطلاق النزال الكروي الأول للنخبة الوطنية في مونديال قطر، يزداد منسوب الترقب والحماس في أوساط الجماهير المغربية بكل أرجاء المملكة التي تمني نفسها بحضور مشرف للكرة المغربية بهذا المحفل القاري. جماهير عاشقة للإنجازات تتطلع إلى انتصار في أولى المواجهات ضد منتخب كرواتيا العتيد وصيف بطل دورة روسيا. كل شيء فرحان وكل شيء يستعد للمقابله ديال المغرب. الحمد لله الضغط يعني كاين واحد الضغط كبير، الفرحه الحمد لله يعني كل شيء يستعد، كل شيء باغي يتفرج، كل شيء باغي يتشوق، يعني الشوارع المغربيه كامله باغا تفرح. عندنا منتخب قوي والحمد لله، كنتمنوا الانتصار في المباراه الاولى وفي المباراه الثانيه ولما تجاوز الدور الاول. نتمنوا له مسيره موفقه من الماتشات الجايين ان شاء الله، وان شاء الله نفوزوا ونقدموا نتيجه زينه. وكما الكبار الصغار بدورهم يعدون العد لحفز العناصر الوطنية من أمام شاشات التلفاز، والأمل معلق على فرحة اشتاقت إليها الجماهير المغربية. نتمنى من المنتخب الوطني ديالنا أنه يحرز انتصار على المنتخب الكرواتي، وأنه يحرز كمثل 3-0 أو 2-0 كيف ما اليوم حققت السعودية حققت أهداف زميلة وبطريقة رائعة. كنتمنى الحظ أيضا لأسود الأطلس وبأنها دير تألق ودوز من مرحلة دوري المجموعات. وداخل المقاهي تتخذ آخر الترتيبات لاستقبال الجماهير التي تفضل متابعة المواجهة المغربية وفق طقوس احتفالية مميزة. عندنا الحمد لله واحد ثقة كبيرة في المنتخب وفي المدرب، حيت اللعابة واللي لعبوا والمدرب كل شيء اختيار مغربي، جمهور ديال المغرب اللي متفق معاه 100%. ان شاء الله يخلق المفاجأة كما خلقها السعودية اليوم قدام الأرجنتين. المغاربة وضعتهم القرعة في مجموعة قوية جدا تضم بلجيكا. المنتخب المغربي إذا توفق في تجاوز منتخبات هذه المجموعة أكيد سيكون شيء جيد بالنسبة له. ترقب إذن وتطلع إلى أولى نزالات النخبة الوطنية بالمونديال الحلم الذي تراهن من خلاله تركيبة الإطار الوطني وليد الركراكي على البصم على مشاركة تبعث من جديد أمجاد الكرة المغربية التي كانت قد بلغت الدور الثاني من منافسات كأس العالم في دورة المكسيك سنة 1986 كأول منتخب عربي وإفريقي يتجاوز دور المجموعات. فحظ سعيد للنخبة الوطنية. الجماهير الفلسطينية بدورها تشجع كل مرة أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم. جماهير فلسطين صنعت لوحات فنية غاية في الروعة تعكس مدى المحبة بين الشعبين الفلسطيني والمغربي، كما نتابع في مراسلة صبحي أبو زيد وإياد الطويل. رغم الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنهم يستعدون في كل مكان لمتابعة مباريات مونديال قطر الذي يشارك فيه 4 فرق عربية من بين 32 منتخبا عالميا يتنافسون على أهم مسابقة كروية عالمية ألا وهي كأس العالم. هذه البطولة تقام لأول مرة في دولة عربية مسلمة هي دولة قطر، التي نتمنى لها كل التوفيق والنجاح في إقامة هذا المونديال. من هذا الباب فإنها قامت بتوفير مكانين لعرض مباريات كأس العالم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أولى هذه الأماكن هي هنا حيث نقف الآن في قطاع غزة وهي صالة الشهيد سعد صايل، التي ستتسع بإذن الله للعديد من المشجعين والمهتمين بكرة القدم وهي مجهزة بشكل كامل كما ترون. المنتخب المغربي الذي يحظى بشعبية واسعة بين الفلسطينيين الذين أنتجوا أغاني تراثية فلسطينية لمؤازرة أسود الأطلس في هذه المسابقة العالمية. المنتخب المغربي من المنتخبات المميزة اللي عنده نجوم يلعبون في أوروبا وأندية أوروبية. هذا المنتخب المميز الذي يمثل العرب مثله ومثل المنتخبات الأخرى. منتخب المغرب منتخب كبير، منتخب عريق وعنده لعيبة كبار ومشارك في كأس العالم أكثر من مرة. أتمنى أنه يأخذ كأس العالم. فهذا الشاب الفلسطيني الذي يتوشح بالعلم المغربي والفلسطيني ينتظر على أحر من الجمر
بدء خوض فريق أسود الأطلس المباريات باعتباره أكثر الفرق العربية قدرة وتنظيما بين لاعبيه، ويتوقعون وصوله إلى أدوار متقدمة. شايف إنه المنتخب المغربي هو أقوى سكواد فيهم، وصراحة متفائل فيه يعني، ومتوقع يوصل عدى دور المجموعات، وبنتمنى ذلك يعني. منتخب المغربي قدم مستويات رائعة جدا خلال الفترة الماضية من خلال التصفيات، سواء على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم أو حتى على صعيد مشاركتها في بطولة الأمم الأفريقية. المنتخب المغربي يمتلك كوكبة مميزة من اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية، وبالتالي الفرصة مهيئة أمام المنتخب المغربي أن يحقق الانتصارات ويصل بعيدا في بطولة كأس قطر 2022. الشعب الفلسطيني يحاول دائما أن تكون له بصمة وفاء لكل من يناصره في قضيته، فكانت مشاركة أسود الأطلس بهذه المسابقة الكروية فرصة للتعبير عن حبهم للمغرب ملكا وحكومة وشعبا. للقناة الأولى صبحي أبو زيد، فلسطين. مدينة فاس احتضنت على مدى 3 أيام الدورة 12 من التظاهرة الثقافية كونتخيف، حدث ثقافي يجسد حوار الثقافات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. عبد الوهاب الكعراطي ومصطفى الزاهري. بعد توقف دام لعامين، عادت مؤسسة باولو فرانسيسكو أنا ماريا دوتشي لتستأنف أنشطتها الثقافية بفاس، أنشطة ثقافية وفنية تهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات وتلاقي المثقفين والفنانين في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب. منذ الآن 12 سنة وهذه المؤسسة الإيطالية تتقارب الثقافة الإيطالية من المغرب، وأيضا ستحاول أنها تسوق وتفتح المجال الثقافة المحلية على أنها والتعريف بها في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. نحن اليوم نحتفي بالدورة 12 لمؤسسة دوتشي بمدينة فاس التي تضم هذا اليوم حدث فني ثقافي يجمع مجموعة من الفنانين والعالميين على مختلف أجناس من الفن من الرسامين والشعراء والأدباء، وخاصة أن هذا الحفل له من الدلالات الكبرى يجسد البعد الثقافي وكذا يجسد التلاحم بين الشعوب. برنامج الدورة 12 كان غنيا بالعروض والأنشطة الثقافية والفنية حاضرتها العديد من الفعاليات السياسية والثقافية من فاس ومن الديار الإيطالية. منذ تأسيسها دأبت المؤسسة على تنظيم تظاهرات ثقافية هامة، لكن توقفت تلك الأنشطة بسبب الجائحة، والآن عادت هذه التظاهرة لتشمل الموسيقى، أنشطة ثقافية وفنية ورقص. هذه التظاهرة الثقافية والفنية كانت أيضا مناسبة للاحتفاء بالذكرى المئوية الثانية لقصر النجوم والفرع المغربي بفاس لمؤسسة دوتشي، إلى جانب تنظيم عروض تاريخية وموائد مستديرة تسلط الضوء على مجال المعمار في مدينتي فاس والبندقية. احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال، نظم صالون فرح الأندلسي للأدب والفن دورته 12، هي احتفالية بالإبداع الراقي وتكريم لعدد من الفعاليات من مجال الأدب الفن والإعلام. عبد الرحيم بن شيخي وسمير بركة. من دمشق إلى الرباط، في هذا الصالون الفريد يجتمع أهل الفن بأهل الأدب بالإعلاميين من أجل الإبداع والتفكير في الإبداع. كل دورة يؤسسون محطة جديدة بأقلامهم بأصواتهم، وفي هذه الدورة يؤسسون لثقافة الاعتراف من خلال تكريم من أسهموا في إثراء مشهد الأدب والإعلام والفن. السياق العام ينعش وصراحة منعش، كنحسوا بأن واحد الاهتمام بالمشهد الثقافي من خلال المساهمين في هذا الشأن الثقافي، سواء مثقفين إعلاميين منتجين للثقافة،
والصالون الثقافي اليوم بهذا المفهوم هو صالون راقي جدا، له هذا البعد ديال الرقي ولتكريس ثقافة الاعتراف بمن ساهموا في إنتاج الثقافة الوطنية. التكريم هو في الحق بالنسبة للمبدع عموما يعني تحفيز وتكليف وتشريف، لأنه يحفز على المزيد من العطاء وعلى المزيد من يعني من المساهمة في إشعاع ما هو ثقافي وما هو ومساهمة أيضا في يعني إظهار أجمل ما لديه. أنا سعيد وممتن لهذه الالتفاتة النبيلة ولتحمل في طياتها كل عرفان والامتنان لكل رجال الإعلام رجال الفن. أشكر كثيرا الثلاثي ثلاثة مهندسين اللي بدعوا في إنجاح هذه التظاهرة وهذه اللمة التي تحمل في طياتها كل ما هو جميل في الثقافة وفي الفن وفي الإعلام. طريت فلربما أزهرت بأرضنا خطول اعتراها الدبول. 12 دورة 12 حلما، ويستمر العطاء في هذا الصالون الأدبي الفني المتميز باجتماع إرادات مختلفة من أجل الإبداع الهادف الراقي. دائما سنهتم بالشباب وسنهتم خصوصا بالموروث الثقافي، يعني الحرص على الموروث الثقافي وتلقيناه للشباب من خلال ورشات عندنا ورشات فنية. ومن عادة الصالون دائما تيكونوا عندنا تكريمات، تنكرموا دائما فعاليات يعني فنية وأدبية وثقافية. مؤسسي من مؤسسي هذه الجمعية مجموعة من الفنانين، مجموعة من الشعراء، مجموعة من الأدباء تكاثفوا مع بعض لإنشاء هذا الصالون. نتمنى نكون جديرين في أعلى كلمة الأدب وفي أعلى أيضا الفن الأندلسي والملحون. صالون فرح من أجل فرح جماعي للمبدعين، كل سنة يزورون بعضهم بعضا دون نسيان. ثقافيا دائما احتضنت مدينة تيزنيت على مدى 4 أيام الدورة الرابعة لملتقى أفولي للمسرح الأمازيغي، والذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار المسرح الأمازيغي ورهان الارتقاء بالمهن الفنية. التفاصيل مع حاجب التامك وفؤاد الحرش. جمهور مدينة تيزنيت كان على موعد مع الدورة الرابعة لملتقى أفولي للمسرح الأمازيغي، دورة تعرف مشاركة فرق مسرحية من مختلف مدن المملكة قدمت عروضا متنوعة تحكي عن الثقافة الأمازيغية بمختلف خصوصياتها. هي منصة إبداعية لتثمين مختلف الظواهر والتعابير المسرحية الأمازيغية، وهي كذلك لقاء سنوي يجمع بين الممثلين والمبدعين والإنتاجات المسرحية الأمازيغية. هذه الدورة تعرف مشاركة 6 فرق مسرحية تتبارى حول جائزة سميت بجائزة أفولي للمسرح الأمازيغي. تظاهرة فنية وثقافية تهدف إلى انفتاح الجمهور على جديد المسرح الأمازيغي وما يميزه من تعدد ثقافي متنوع. لأول مرة كنتلقى مع الممثلين مع الفنانة اللي في مدينة الحسيمة وتمتعت بالعمل معهم نظرا للجدية نتاعهم والانضباط نتاعهم وكذلك الأخلاق الرفيعة نتاعهم، فكانت الاستفادة مبادلة بيناتنا. ملتقى أفولي للمسرح الأمازيغي بمدينة تيزنيت تواصلت فعاليته على مدى 4 أيام ببرمجة عروض مسرحية وورشات في التكوين المسرحي والإخراج، إلى جانب تكريم ثلة من رواد المسرح الأمازيغي. اللحظة مشاهدينا نتوقف عند جديد حالة الطقس في بلادنا مع لبنى بن رامي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى النشرة الجوية. الأجواء ستكون باردة بالمناطق الأطلسية وأيضا بشرق المملكة خلال الليل والصباح، هذا وستمر سحب كثيفة خلال النهار بأقصى الشمال الغربي قد تعطي قطرات مطرية محليا. بباقي جهات المملكة ستكون الأجواء قليلة السحب. درجات الحرارة الدنيا أو العليا ستصل مقاييسها إلى 26 درجة بفيجيج، 23 درجة بالرباط، 27 درجة بمراكش بالعيون والقويرة، وبمدينة الدخلة مرتقبة 26 درجة.
فيما يخص حالة البحر سيكون هادئ إلى قليل الهيجان بالمتوسط، قليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، هائج ما بين طنجة والمهدية، سيكون هائج إلى كثير الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء. ختاما مشاهدينا، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله يترأس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال. جلالة الملك يوجه رسالة ملكية سامية للمشاركين في أشغال المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي انطلق بمدينة فاس. استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي تؤكد مجددا على التزام المغرب بقيم الحوار بين الثقافات والديانات. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل حصصه التدريبية استعدادا لمباراة الأربعاء أمام منتخب كرواتيا في بداية مشواره في نهائيات كأس العالم بقطر، وطموح كبير للعناصر الوطنية في تحقيق الفوز للمرور إلى الدور الموالي. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.